بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله رب تكونوا بخير. النهارده الحلقه بتاعتنا هتتكلم على البروفايل. طبعا اتكلمنا قبل كده في حلقات على البروفايل، بس حبينا برضه لان في اسئله كتير كانت بتيجي البروفايل ومميزاته وعيوبه ونوعه وهو عباره عن ايه. فقبل ما نخش في طريقه تنفيذ البروفايل هقول لكم الاول هو عباره عن ايه او واجهات البروفايل. تعالوا نعرف مع بعض ايه هي واجهه البروفايل، او بيسموها برضو الجرافيت. هي عباره عن ماده اسمنتيه زي ما احنا شايفين، بتكون ملونه. طبعا اللون ده بيختلف في كميات الوان كتير. ميزتها اللي هي عاليه الصلابه، تقدر تركبها على واجهه فيلل، تقدر تركبها على واجهه منازل. برضو ليها مميزات اللي هي تعتبر ماده عازله، يعني تقدر تحميلك الواجهات بتاعه المنازل او بتاعه الفيلل من الحراره، من عوامل الجويه، من عوامل التعريه المختلفه، بجانب حمايتها طبعا من تقلبات الشمس وطول الامطار ودرجات الحراره. وطبعا زي ما احنا قلنا بنسب والوان كتير، وطبعا بتغطي نسبه ثابته الالوان. معظم الالوان فيما يخص البروفايل بتكون ثابته، ما بتتغيرش بسهوله. طيب في ثلاث انواع من خلطات او ثلاث خلطات، واحد يجي يقول لك انا عايز بروفايل ناعم، واحد يجي يقول لك عايز بروفايل وسط، واحد يجي يقول لك عايز بروفايل خشن. البروفايل الناعم، معنى كلمة ناعم ان هو ما فيهوش تكتشر، وبالتالي بيكون سمكه قليل في حدود 1 ملي. البروفايل الوسط تمام اللي بيكون يعني شبه ناعم ولا هو خشن بيكون في حدود 2 ملي. البروفايل الخشن بيكون في حدود 3 ملي، على اساس اللي انت بتتكلم على تجعيدات او تكتشر خشن، فبالتالي لازم السماكة تكون خشنة نوعا ما. طب ايه هي مميزات البروفايل؟ اول حاجة الناس بتسأل عليها السعر. السعر على فكرة سعر له عالي وله واطي، وله هو مش عالي بالمره. سعره بتروح من 18 ل 22 23 ريال للمتر. سهل جدا انك تقدر تنفذه على واجهه فيلل او على سور زي ما احنا شايفين. ده بالنسبه للسور، الالوان بتاعته ثابته، الاستدامه بتاعت المواد بتاعته بتكون ثابته، يعني مقاومه للعوامل الجويه. غير الحاجه المهمه جدا اللي منظره وشكله يعتبر جميل، ما يعتبرش دهان عادي، لا يعتبر كمنظر ده خارجي جميل. ولو انت كمان دمجت اكتر من لون، او لو حطيته مع ديكورات حجرية، عملت جزء حجر، عملت جزء بروفايل، بيكون شكله شيك جدا. ايه هي عيوبه؟ كل حاجة لها عيوب ولها مميزات. العيب الوحيد للبروفايل اللي هو بيتقال اللي هو بيلم تراب لو انت عندك البروفايل بتاع خشن، بس انا مش شايفه عيب، على اساس ان اي مادة سواء حجر سواء بروفايل سواء اي مادة متعرضة للجو بتلم تراب، وبالتالي انا مش شايفه عيب ليها. اول حاجه طبعا قبل ما تبدا تشتغل في البروفايل لازم تكون مسنفر ومنعم الياسه بتاعتك تنعيم مظبوط، وبعد كده تبدا تديها سيلر. ما تخليش مقاول يقول لك لا السيلر ملوش لازمه، ما انا كده كده هحط. لا، الهدف من السيلر هو استقبال وجه البروفايل بحيث يكون الملمس او السطح بتاع الدهان يكون نظيف وما فيش اي مشاكل فيه، ويقدر يستقبل البروفايل بطريقه سليمه. بعد كده بيبدا المادة بتاعت البروفايل دي زي ما احنا قلنا على حسب الخلطات، سواء ناعمه سواء خشنه، بيبدأ يحطها على ويفردها على الجدار، وبعد كده عن طريق بروه على حسب الشكل المعين اللي انت عايزه تبدا تحركها على اللي ما تم فرده، ويديك اللون والشكل اللي انت عايزه.